هو قال لي فيش كل ده قبل وانا كان في الشارع. حط هنا ميتة وانا ميتة وحط هنا مين اللي وحط هنا ميتة وحط هنا مين دي ترتيبة دي واحد لا اثنين لا دي ثلاثة ولا دي أربعة. قال كل البروميتر دول ماشي وقال ان الدايركشن بتاعها هنا في الصوت طبعا. قال الدايركشن بتاعها ده الكارنج بتاعه 20 دي بي. الدايركشن بتاعها ده الكارنج كام؟ 15 دي بي. طب الصور برضه قال بالترتيب رايت البروميتر ده بيعرف 1 مللي وات صح كده تقريبا وده يعرف 4 مللي وات او ده تقريبا كان 2 مللي وات اي كان يعني وده 4 مللي وات وده بيعرف 0 مللي وات وده بيعرف 1 مللي ايه وكان عاوز يجيب الزد ال فانكشن في الزد نوت والباور ديستريبيوتد في الزد ال وعايز يجيب الباور ديستريبيوتد في الكافيتي والستاند جو فريش وعامل الانبوت بتاع مين؟ بتاع دول اربع مصاريف اللي كانوا في الايه؟ فلما ابدا احل اتفقنا ان انا لو عندي برميتر موجود عند بورت اربعه وبيعرى زيرو ده معناه ان بورت ثلاثه عند بورت اثنين بقى ماشي يبقى دي حاجه اسمها المطلوب الاولاني هقول كده بان البورت ده ماشي وبيعرى زيرو يبقى اذا الريفلكت من اللود بزيرو معناه ان الزد ايه اللي هيساوي مين؟ زد عشان كده بنسميه ماتش يبقى ده اجابه السؤال اللي ايه في الاول وبما انه ماتش يبقى اسال في انسيدنت اللي هو بي 2 بلس ومفيش ايه؟ ريفلكت اللي هو بي 2 ماينس دي اول معلومه المعلومه الثانيه البروميتر ده بيعرى 1 من الوقت وهو ماتش اذا اللي رايح له اللي هي بي 3 بلس ايه اللي كان؟ 1 2 الوقت لان بي 3 ماينس بكام؟ العلاقه بين البي 3 بلس دي والانبوت هنا هنسميها بي 1 بس عشان ما نتلخبطش بينها وبين هنا هنسمي دي بي 1 داش ودي بي 3 بلس ايه؟ داش. العلاقه بينهم اللي هي مين؟ السي يعني نقدر نقول ان السي لو اديها لي 15 دي بي هيساوي 10 لوج البي 1 داش على البي 3 بلس داش ومن هنا نقدر نقول بقى ان البي 1 داش الفيرس لوج اللي هي هتبقى بي 2 بلس داش اللي هي هتبقى الباور ديستريبيوتد في الزد ال هيساوي هيساوي بقى كام؟ انفرس اللوج ال 15 ال 10 اس 1 ونص في مين؟ في البي 3 بلس داش يبقى انا كده جبت المطلوب الاول والمطلوب الايه؟ التاني. يبقى انا عرفت كميه الباور اللي هتطلع من الكافي دي وداخله الدايركشن كابلر مين؟ التاني. تعالوا بقى نروح للدايركشن كابلر الاولاني. بنفس الطريقه اللي حلينا في المسائل انا عندي هنا طبعا هنا بي بي 2 بلس وبي 2 ماينس. وهنا في 3 بلس ومفيش ماينس. واللي رايح هنا ده اللي جاي بس منين؟ من الكافي. اللي هو هيبقى عباره عن الاكس اللي احنا ايه عارفينه. وبالتالي نقدر نقول بمعلومه او بالشكل كده البي 3 بلس هي 4 مللي وات. خليكي خلاص عرفناها. والاكس هي ال 2 مللي وات. بمعلومه البي 3 بلس والسي هنقدر نجيب مين؟ البي 1. والبي 1 هي تقريبا بي 2 ايه بلس. يبقى انا كده جبت البي 2 بلس. الاكس اللي هي 2 مللي وات اللي هي جايه منين؟ من 2 ماينس وبالتالي بي 2 ماينس مع السي مع الاكس او الاكس مع السي نقدر نجيب منها مين؟ البي 2 ايه ماينس. يبقى انا كده جبت البي 2 بلس وجبت البي 2 ايه ماينس. اقدر اجيب الريفليكشن كوفيشنت واقدر اجيب الستاندنج وي دي المعلومه قدام المطلوب الرابع اللي هو كان عاوز يجيب الستاندنج وي ريشيو عند مين؟ الكابيتال. المطلوب بقى الاخير بقى الثالث عاوز يجيب الباور ديسيبيتد في الكابيتال. الباور اللي استهلكتها الكابيتال ايه هي اللي
خارج بي 2 ماينس وبي 1 ايه الكاش. يعني نقدر نقول ان الباور ديسيبيتي بتاعت الكافيتي هتبقى عباره عن اللي داخل بي 2 بلس واللي خارج بي 2 ماينس وبي 1 ايه الكاش. كده جبنا الباور الاستهلاكي هو الايه؟ هو ده كان حل المساله اللي احنا كنا بنطلعوها اصلا واللي قدامه حوالي بتاع 15 واحد فقط من اربع سكاشن. خلاص؟ بس كده انتوا عارفين. هو قال كل البطوطه في حته. لا قول الاسئله. جاي اول الاسئله. مهتمة بالسكشن اللي بيتقال في السكشن الصبح برضه ما حدش بيتقال في السكشن في 10 درجات اعمال السنة على السكشن. الجزء الجديد اللي هو بيتكلم عن الباور ترانسفير. المقصود في الجزء بتاع الباور ترانسفير المقصود عندي انا عندي هنا جنريتور يبقى ليه فولت ستوبس اسم في جي انترنال امبيدنس اسمها ايه؟ زد جي. يبقى ده كده مين؟ الجنريتور او السورس بتاعه. وعندي هنا لود الاول اللي هو قيمته كام؟ زد اف. والمطلوب مني او اللي انا اعمله اوصل السورس باللود عن طريق دايره سيركت اللي احنا بنسميها مايكروويف ايه؟ سيركت. يبقى عندي هنا سيركت اسمها مايكروويف سيركت. المطلوب ان انا عاوز اجيب الباور اللي هتروح للوب جايه من الجنريتور من خلال الايه؟ السيركت اللي ايه؟ ده الجزء بتاع الباور ترانسفير. فانا عاوز اجيب الباور اللي هتروح للود جايه من ايه؟ جايه من الجنريتور. طريقه الحل الجنرال اللي هي تنفع ايا كان نوع السيركت هي طريقه ايه؟ سيركت زي ما حطوها في المحاضره. طريقة السيفن بتعمل ايه؟ بنروح قاطعين عندي لوب بقطع هنا كده وابص من ناحية الجنريتور هنا بعمل ايه؟ بنقل الجنريتور واديه ناحية الايه؟ اللوب عن طريق سيفن. فسيفن كان بيعمل هنا ايه؟ بيجيب كل الفولت كأنه فيه اوبن سيركت وكل الامبيدنس كأنها مين؟ زد سيفن او زد اوبن ايه؟ سيركت. يبقى بطريقة سيفن هنقطع عندي اللوب ونبص ناحية السيركت هنجيب سورس اسمه في اوبن سيركت ونجيب امبيدنس اسمها زد اوبن ايه سيركت. تبقى السيركت عاملة ازاي؟ هتبقى كده ادي الزد اف وهوصلها للزد اوبن سيركت اللي انا هجيبها مع الفي اوبن سيركت اللي احنا هنجيبه يطلع السيركت سهل بالشكل ده. بسهولة بقى نقدر نعمل ايه؟ نحسب الكرنت اللي هو الاي ان تبقى عبارة عن في اوبن سيركت على الزد اوبن سيركت زائد الزد ايه ومن هنا نقدر نحسب الباور بتاع اللود هتبقى نص ماجنتيود الكرنت اي ال سكوير في دي الباور بتاع مين؟ الزد ايه. يبقى انا كده قدرت احسب الباور اللي هتروح لمين؟ للبيت. يبقى دي الطريقة الجنرال. يعني ايه جنرال؟ ان انا مهما كان نوع السيركت هنا اقدر استخدم مين؟ الطريقة دي. وبالتالي يبقى انا نقلت السورس من هنا وديته ناحيه الايه؟ ايا بقى كان ايه اللي جوه هنا مش هتفرق معايا لان انا كده كده عقلت عن اللي جوه هنا مع الحاجات بتاعه السورس بالزد اوبن سيركت والفي اوبن ايه؟ سيركت. دي طريقه. الطريقه الثانيه سبيشال كيس. يعني ايه سبيشال كيس؟ لو انا ضامن ان المايكرويف سيركت دي لوسلس. يعني لو دي لوسلس يعني متاكد 100% ان هي لوسلس. يعني ايه لوسلس؟ معناها ان الباور اللي داخله هي هي الباور اللي خارجه. يعني لو هي لوسلس حاجه ما بتفقدش الباور او ما بتستهلكش الباور يبقى البي انبوت هي مين؟ البي ان. فبدل ما اوجع دماغي واعمل سيركت وزد اوبن سيركت وفي اوبن سيركت واحنا شغالين طبعا في السيركت هنعرف نحل الحاجات دي بسهوله هعمل ايه؟ اريح نفسي انقل اللود هو ناحيه الايه؟ الجنريتور. يبقى كده داخل على واحده بس لما يكون السيركت مالها بروسس.
طبعا لما انقل اللود ناخد الجنريتور، فبص هنا بنجيب حاجه اسمها زد ام او الريفرنس بيسمها مين؟ زد ال داش. ويبقى الزد ال داش هي الايكويفالنت بتاع اللود مع مين؟ مع المايكرو ويف سيركت. وبالتالي اصبحت السيركت بقى اسهل من اللي فات. هي ايه؟ كل اللي انا هعمله هشيل الزد مع السيركت واحط زد ال داش. ووصلها بعد كده بقى مين؟ لجنريتور. يعني هحط زد جي وهحط الفي جي زي ايه؟ زي ما هي، يبقى انا ما جيتش جنب الايه؟ الجنريتور. بنفس الطريقه هروح احسب الاي جي اللي هو في جي على زد جي زي زد ال داش. ومنها هروح احسب الباور، بس المره تبقى عباره عن ايه؟ نص الاي جي سكوير في الريال بتاع مين؟ الزد ال ايه؟ يبقى انا كده حسبت الباور اللي رايحت للود. على فكره مش هي الباور بتاعت اللود، ده المفروض ده هي مين؟ البي ام. بس احنا عارفين ان البي ام هي مين؟ البي ام. خلاص؟ يبقى انا كده ايه؟ يبقى هم دول الطريقتين اللي احنا هنحل بيهم مساله الباور ايه؟ والله لو انا بصيت على السيركت واتاكدت ان هي لوسلس فالطريقه الثانيه اسهل لي. لو بصيت على السيركت وشاكيت ان هي مش لوسلس يبقى الطريقه الجنرال هي طبعا ايه؟ احسن لي. الاسهل بقى ولا الاحسن؟ الاحسن. افرض ما طلعتش لوسلس هتحلها برضه لوسلس صح؟ عندي ما زال الشيء ما زال الشيء. انت الشاطره بقى ممكن تعرفها مش هيقول لك يعني شكل السن مش هتطلعها. دورية بتبقى مش بس انما لو هي اماجنري كلها تبقى هي رخص زي ما هنشوف دلوقتي. مسألة ورقية بيقول عندي ترانسميشن لاين سيركت اشيرنج فيجر رقم واحد اهو. عندي ترانسميشن لاين بالشكل ده وحاطط هنا مين؟ اللود. طبعا دي سهلة بس عشان ايه نعرف نحل ازاي. وعندي هنا اشيرنج ادي الزد جي وادي الايه؟ الفي جي. ومديك بقى قيم، قال لنا الزد جي ب 100 وقال لنا الزد نوت اللي هي الكاركترستيك امبيدنس ب 50 اوم وقال لنا الزد ال بيساوي 40 اوم ومدينا الفي جي مش مدينا الفي جي مش مدينا الفي جي ويل فايند ذا فراكشن اوف ذا انبوت باور. يعني عايز يجيب الباور كنسبه من الايه؟ من البي جي. يعني كام من البي جي؟ خلاص؟ ومديك بقى طول الترانسميشن لاين ممكن يديك طوله ممكن يدينا مين؟ بيتا ال. فهو مديك البيتا ال يساوي كام؟ باي على 4. والمطلوب عايز يجيب حاجتين ويل فايند ذا فراكشن اوف ذا انبوت باور ديليفر تو ذا لوب. بعد كده هات الفولتج ستاند بوت ريشيو على مين؟ على الترانسميشن. طبعا دي ايه؟ انا نوع من السيركت لوسلس. ليه لوسلس؟ لان هي اصلا ما فيهاش الا ترانسميشن لاين. واحنا السنه اللي فاتت خدنا ان الترانسميشن لاين لما يكون الزد نود ريال معناها ان هو ايه؟ لوسلس ترانسميشن لاين. يبقى لو الزد نود ريال اللي هي جذر ال على سي ما فيهاش اماجنري فاعرف ان هو لوسلس ترانسميشن ايه لاين. افهم من كده ايه؟ ان السيركت دي لوسلس سيركت. يعني ايه لوسلس؟ يعني لو انا جبت الانبوت باور تبقى هي الباور راحت لمين؟ يبقى دي طريقه. وبالتالي الاسهل ان احنا نحل بالطريقه الايه؟ الثانيه. طبعا سهل بقى الطريقه الثانيه. قلنا عشان اجيب البي انبوت ونروح باصين هنا كده نجيب ايكوفلنت لكل ده سميناها زد ال داش اللي هي مين؟ الانبوت ايه؟ واحنا عارفين ان الترانسميشن لاين القانون بتاع الانبوت امبيدنس عباره عن زد نون تي زد ال زائد جي زد نون تان بيتا ال على زد نون زائد جي زد ال تان بيتا ال. فلما راح اعوض الزد نون ب 50 الزد ال مديهالي ب 40 زائد جي 50 وبيتا ال فاي على 4 يبقى تان بواحد على زد نون اللي هي 50 زائد جي كام؟ 40. ومن هنا يبقى انا حسبت مين؟
الزد ال داش. طب هتطلع ليا وايماجيني واضح كده من المعادله ان هي فيها جزء ليا وجزء ايه؟ ايماجيني. يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا كده جبت ايكوفرنت كل ده اسمه زد ال داش. اصبحت السيركت بالشكل ده. يبقى انا عندي ادي الزد جي اللي هي قيمتها ب 100 وادي الزد ال داش اللي احنا جبناها اللي هي عباره عن كام بقى؟ 50. ممكن نقول ان هي كام؟ 1 زائد جي 1 وربع صح؟ على 1 وربع زائد جي 1. طبعا فيها ريال وايه؟ والميجا. واروح بقى موصل السورس زي ما هم، ادي الزد جي وادي مين؟ الميجا. اجيب بقى الاي جي زي ما قلنا من شويه هتبقى عباره عن الفي جي على زد جي اللي هو مديها لي ب 100 زي ما هي بقى زائد الزد ال داش اللي هي 50 واحد زائد جي 1.5 على 1.5 زائد جي. طبعا شاطرين في الكومبلكس صح؟ هتحول طبعا هتقسم طبعا بس طبعا كام كومبلكس هيطلع لك في الاخر اي جي ماجنتيود اسمه اي جي وعلى الفيز اللي هو مين؟ السي داش. بس مش على اللايت زد اللود ديت بس مش على اللايت تشتغل كده هي السيركت بتاعتي ايه اللي وصل اللود جنريتور؟ ايه اللي بين اللود جنريتور دلوقتي السيركت البلوك اللي احنا كنا عاملينه بس مش على اللايت الزد اللود بتاعته ليه؟ احنا عارفين بس مش على اللايت الزد اللود اللي هي دي بس بس العكس فين العكس؟ بتكلم عن الامبيدنس انا كنت بتكلم عن الامبيدنس الامبيدنس لما تكون ريال تبقى روس لان هي فيها جزء ريال فيها ار او جي. عارفين امتى الامبيدنس وصلت امتى لا؟ نسيتوا ايه؟ انتوا مهندسين انتوا بعد 3 شهور تبقى في كوست المهندسين كده مهندس ريال مهندس ريال. لا لا امتى يا روس؟ مش الزيت اللي زمان كان عباره عن جذر زي جي اوميجا ال في جي زي جي اوميجا سي. لما خدنا اللص السنتوشا لايف مش احنا قلنا الجزء الحقيقي اللي هو الريال بارت بزيرو معناها الار بزيرو والجي بزيرو فيطلع الجي اوميجا واحد مع الجي اوميجا يعني كانها ايه؟ جذر ال عكسي. وقلنا من ضمن الريسك السبيشال بتاع اللصلس ان الزد نوت تبقى ايه؟ ريال. ده بالنسبه للسنتوشا لايف. طب لو الار بقى موجوده والجي موجوده الزد بتطلع عباره عن شكلها ايه؟ ريال والماجن. من الاخر يعني دكتور ايمن طيب اي ترانسميشن لاين في المساله هو لص. خلاص؟ اي ترانسميشن لاين في المساله يبقى هو ايه؟ هيبقى لص. خلاص كده؟ طيب نرجع بقى للامبيدنس. يعني ايه امبيدنس؟ يعني لو انا عندي هنا في المساله فيها زد زي المساله اللي جايه وقال لي هنا الزد ب 30 زائد جي 40 دي لوسلس ولا مش لوسلس؟ مش ليه بقى مش؟ 30 دي ريال والار دي تستهلك باور معناها ان هي تستهلك جزء الباور داخله يبقى هي ايه؟ لوسي او مش لوسلس. انما لو هي جي 40 بس يبقى لوسلس. بس خلاص جبنا الاي جي هنعوض نجيب مين؟ الباور اللي رايح الايه؟ دي كده المساله. طب لو انا حبيت احلها بالطريقه الثانيه احلها ازاي؟ يبقى كده حلينا بالطريقه اللي هي طريقه مين؟ لو هي بصص. طب لو هي بصص واحل الطريقه الثانيه عادي مفيش مشكله احنا قلنا الاثنين هيدي نفس النام. الجنرال اللي هي الطريقه السر سواء بقى بصص ولا مش بصص. طب نحل ازاي بالطريقه الثانيه؟ مش كان مطلوب منكم ريبورت تثبت الاثنين زي بعض؟ ولا ما عملتوش ده تاني؟ بونص يعني كده؟ بونص ليكم يعني. يبقى انا هعمل ايه بالطريقه الثانيه؟ ان انا عاوز ايه؟ اجيب الجنريتور ناحيه الايه؟ اللوب، فلازم اجيب الجنريتور هنا كده. يعني هجيب الزد اوبن سيركت وهجيب الفي اوبن ايه؟ سيركت. بطريقه طبعا الايه؟ السيركت.
فلازم بقى اكون مذاكر ان شاء الله كويس. واضح كده من اللي احنا قلناه ان انتوا مذاكرين كويس جدا 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 يعني، وعارفين يعني ايه تنظيم ان شاء الله. طيب هي الفكره ايه دلوقتي؟ عاوز انقل اجيب هنا امبيدنس واجيب هنا مين؟ فولت. كان ده اطاح هنا كده. لا حافظين الكواليتي. حافظين الكواليتي؟ ما انتوا حافظين الكواليتي. افتكرت صح؟ هنعمل ايه بقى؟ تعال نجيب الاول الزد اوبن سيركت. طريق السيفن بيقول لما نحب نجيب الزد سيفن او الزد اوبن سيركت نعمل ايه في السورس؟ لو فولت يبقى شورت، لو كرنت يبقى ايه؟ الحمد لله. هنا قلت السورس فنعمل ايه فيه؟ هيبقى شورت، يعني كان الفي جي مش موجود. ايوه. هبص بقى من هنا هجيب الزد اوبن سيركت. مش ده كانه ترانسميشن لاين واللود هو مين؟ الزد جي. يعني نقدر نقول ان الزد اوبن سيركت هي الام بتاع الترانسميشن لاين لما يبقى اللود هو مين؟ الزد جي. يعني ممكن نكتبها كده زد نون في زد جي زائد جي زد نون تان بيتا ال على زد نون زائد زد جي تان بيتا ال. يبقى هو ده الزد اوبن سيركت. ترانسميشن لاين اللود بتاعه زد جي، هستخدم قانون الانبوت امبيدنس بتاع الترانسميشن لاين، جبت الزد اوبن سيركت. خلصنا من الزد اوبن سيركت. نرجع تاني بقى مين؟ الفي جي. عايزين نجيب الفي هنا. اجيب الفي هنا ازاي؟ قلنا زمان يعني كده في سنه ثالثه في الترم الاولاني لما يكون ترانسميشن لاين وعايز اجيب فولت وكرنت لازم استخدم المعادلات دي. ان الفي اوف زد هيساوي في 0 بلس اي اس ناقص جي بيتا زد زائد في 0 ماينس اي اس جي بيتا زد. وان الاي اوف زد هيساوي 1 على الزد نون في 0 بلس اي اس ناقص جي بيتا زد ناقص في 0 ماينس اي اس جي بيتا زد. دي قوانين الفولت والكرنت على الترانسميشن لاين. ترانسميشن لاين وجات سنت الفولت والكرنت لازم هستخدم مين؟ المعادلتين. طيب هنعمل ايه؟ ده الترانسميشن لاين بتاعي. اسيوم ان انا شغال بروباجيشن في اتجاه الزد. وده اصلا المعدات دي على هذا الاساس. هحط هنا الزد بزيرو. وهحط هنا الزد بكام؟ بناقص ال. يبقى الزد عند اللود احطها زيرو ورجعت لورا يبقى الزد بناقص ايه؟ ناقص ال. الفولت هنا اللي هو الفي نوت والاي نوت اللي هو الفولت والانبوت عند الام، الفولت والكرنت عند الام. والفولت هنا اللي انا عايزه اللي هو مين؟ الفي اوبن سيركت. والكرنت هنا اللي هو مين؟ اي اوبن ايه سيركت. تعال نجيب الاول الفي اوبن سيركت. ايه هو الفي اوبن سيركت؟ ما هي نفس المعادله صح؟ بس هحط الزد بكام؟ بزيرو. يعني كانها في زيرو بلس زائد في 0 ماينس. طب ايه هو الاي اوبن سيركت؟ هي نفس المعادله بس هعمل ايه؟ احط الزد بكام؟ ب 0. يعني 1 على زد نو في الفي اوبن سيركت ناقص في 0 ماينس. ما احنا بنقول اي اوبن سيركت. كم قيمه كارنت اي اوبن سيركت؟ ب 0. انا بقول قطعت. يعني ايه قطعت؟ يعني دي اوبن سيركت. يعني ما فيهاش كارنت. يعني المفروض ان الاي اوبن سيركت بكام؟ بزيرو. من المعادله دي نقدر نقول ان الفي زيرو بلس يساوي الفي زيرو ماينس. نرجع لفوق نقدر نقول ان الفي اوبن سيركت اللي انا عاوز اجيبها 2 في زيرو اي بلس. نعم. مش المفروض الاي عند ايه؟ الاي عند ايه؟ عند نقطة زد، يعني عند نهاية الترانزيشن زيرو. ما هو انا ما هو الاي اوبن سيركت ساوتها بزيرو. هي هي بس دي اسهل. يعني صلحت المعادله زيها ازاي؟ طلعت ان الفي زيرو بلس هو في زيرو ماينس واللي في اوبن سيركت 2 في زيرو بلس، فدي اسهل بدل ما يبقى عندي اكسبوننشال وحاجات زي كده. طيب يبقى اذا انا دلوقتي عاوز اجيب مين؟ الفي زيرو بلس بمعنويه مين؟ الفي جي. اجيبها منين؟ نرجع بقى عند زد ناقص ال. ايه هو الفي نوت؟ هو الفولت عند الانبوت اللي هو عباره عن ايه؟ هي نفس المعادله بس احط الزد بكام؟ بناقص ايه؟ يعني راح اقول في
0 بلس اي اس جي بي تقل زائد في 0 ماينس اي اس ناقص جي بي تقل اتعكس ناقص ال عكس الاشاره لايه؟ ال طبعا عايز سائلين دلوقتي مش لسه قايلين ان في 0 بلس هي في 0 ماينس يعني ممكن اكتبها كده هي في 0 بلس اي اس ناقص جي بي تقل زائد اي اس جي بي تقل ده كله اللي هو مين؟ الفي نوت. طب ايه هو الاي نوت؟ هو معادله الكرنت لما الزد بيساوي كام؟ ناقص ال، يعني واحد على الزد نوت في الفي 0 بلس اي اس جي بيتا ال ناقص في 0 ماينس اي اس ناقص جي بيتا ال واخد برضه في 0 بلس كومن. لان الفي 0 ماينس هي مين؟ الفي 0 بلس. انت بتعمل كده ليه؟ لان انا ما ننساش ان انا عاوز اجيب قيمه الفي 0 بلس فانكشن في مين؟ في الفي جي. تعالى بقى كسيركت بقى ده فولتج ديفايدر. لو قلت لك هات لي قيمه الفي نوت ايه هي الفي نوت؟ مش هي الفي جي ناقص الاي نوت في الزد جي؟ او نقدر نقول ان الفي جي هيساوي الفي نوت زائد الزد جي في مين؟ الأي. شيل الفي نود ونحط ما يساويها، شيل الزد اي نود ونحط ايه؟ ما يساوي. يعني ممكن نشيل الفي نود ونحط مكانها كام؟ 2 في 0 بلس في كوساين بيتا ال زائد. ممكن نشيل الاي نود ونحط مكانها مين؟ 2 جي في الفي 0 بلس على زد نود في زد جي في مين؟ كوساين بيتا ال. حد عارف انا جبت كام ده منين؟ كوزاين وساين ظهروا فين؟ الاكسبوننشال اللي فوق بوزيتيف ف 2 كوزاين، الاكسبوننشال اللي تحت نيجاتيف ف 2 ايه؟ ساين، فده انا عوضت ايه؟ طيب يعني نقدر نقول ان الاثنين في 0 بلس مش دي 2 في 0 بلس دي 2 في 0 بلس هيساوي بقى مين؟ كوزاين بيتا ال اكتبها فوق كده عشان الناس تشوفها. امسح دي كده خلاص. نقدر نقول بقى ان 2 في 0 بلس هيساوي البي جي على كوساين بيتا ال زائد جي زد جي على زد نود كوساين بيتا ال بيتا. مش انا اصلا كل ده بلف عشان اوصل للفي اوبن سيركت اللي تساوي 2 في 0 بلس؟ يعني اكيد القيمه اللي انت جبتها دي هي دي مين؟ الفي اوبن ايه؟ عندنا طبعا كل الفي تقريبا باي على 4 فيبقى هنا كوساين باي على 4 وهنا ساين باي على 4 والزد جي ب 100 والزد روت ب 50 يعني يطلع الفي اوبن سيركت قيمه من الايه؟ من الفي جي. يبقى انا كده جبت الزد اوبن سيركت من شويه جبنا الزد اوبن سيركت اصبحت الدائره السهله انا شلت كل ده وحطيت هنا مين؟ الزد اوبن سيركت والايه؟ والبي اوبن سيركت. هات بقى الكرنت ومنه هات مين؟ الباور الواحد. المفروض لو انا شغلت بارقام نفس القيمه اللي جبناها في الطريقه الاولانيه هي نفس القيمه اللي هنجيبها في الطريقه الايه؟ يبقى دي الطريقتين اللي احنا هنحل بيهم الايه؟ طبعا انا عملت وهمي في كل مساله على العيد لان هي نفس الطريقه بس الاختلاف في الاخر في السيركت. هل الفي اوبن سيركت ده اللي عايزه ولا انت لسه عايز حاجه تاني بعدين؟ ده كده اللي احنا هنشوف في الايه؟ دي المساله رقم واحد حللناها بطريقتين قلنا الطريقتين ينفعوا لان هي كانت بروسس حلتها بطريقه البروسس وجنرال حلتها بالطريقه الايه؟ بالطريقه تعال نشوف المسألة الثانية. فانكشن في الفيشي لو ادالك جرام ارض لو ادالك جرام فانكشن فيها وبالتالي في مساواة الاكستراكشن يعني ايه؟ تقييمة من ايه؟ من الفيشي. لو عندك المسألة ولا خلاص صعبة فيها. المسألة الثانية دي
كده هو مايكرويف سيركت بس المره دي بقى بالشكل ده. قال هنا كده في جي في 6 جي بعد كده في ترانسميشن لاين بعد كده هنا في زد بعد كده تاني في ترانسميشن لاين في الاخر هنا هيوصل مين؟ كأن السيركت بقى فين البلوك اللي احنا كنا عاملينه اللي هو من اول الجنريتور لحد ما اوصل لمين؟ عباره عن اثنين ترانسميشن لاين مديك الزد نون ومديك البيتا ال مش مديني بيتا ال مديني ال ومديك هنا برضه زد نون ومديك مين؟ ال ال. وعايز برضه يقول لك ايه؟ فايند فور اول ديليفري تو ذا لود اف لو كان بقى ال ال1 بيساوي ال2 بيساوي لمضة على 4 ماشي. الحاجة التانية مديك الزد نود ب 50 يعني دي ب 50 ودي ب 50 بعد كده قال لك الزد جي ب 50 يبقى دي كمان ب 50 مديك الزد ال ب 25 زائد جي 25 ماشي. وراح مديني هنا الزد قال لنا بكام؟ ب 25 ايه؟ والمفروض هجيب الباور ديليفري تو ايه؟ زد. السيركت بقى اللي قدامنا دي لوسلس ولا مش لوسلس؟ ليه بقى؟ عشان الزد بكام؟ ريال 25 ولت. وبالتالي ما ينفعش اجيب الزد انبوت هنا واقول ان الباور اللي داخله هي الباور راحت لمين؟ اللوز. يبقى اذا الطريقه الثانيه دي مبدئيا كده ما تنفعش معاك. انها ممكن نضحك عليها، نضحك عليها ازاي؟ يعني تخيل شوف احنا المره اللي فاتت لما حبينا ننقل السورس على ترانسميشن لاين واحد مشينا خطوات قد ايه؟ تخيل لما تنقله تاني توديه هنا هتعمل نفس الخطوات تاني والنتيجه غير هي هي ما تقدرش تكون بالمس. فبالتالي نعمل ايه؟ نقرب اللود ناحيه الزد ونقرب السورس ناحيه الايه؟ الزد. يبقى انا عملت ايه؟ الاثنين في نفس الايه؟ خط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هبص من هنا ما هو ده ترانسميشن لاين واحنا اتفقنا الحمد لله قلنا اي ترانسميشن لاين في المساله هيبقى ايه؟ لان لو مش لوسلس يبقى يعوض غفير عن المساله. خلاص كده؟ وبالتالي ده لوسلس ترانسميشن لاين، يعني انا جبت الباور هنا هي نفس الباور هنا، فهنقل الزد ايه اللي هجيبها مين؟ زد ال داش. يبقى انا خلصت من الترانسميشن لاين الايه؟ وبنفس الطريقه بتاعت المساله اللي فاتت هعمل ايه؟ هجيب السورس هنا، يعني هقطع هنا وهبص هنا هجيب مين؟ الفي اوبن سيركت والزد اوبن سيركت. ويبقى اذا الجزء ده حلناه في المساله الاولانيه لما نقلنا الزد ال بقانون الانبوت امبيدنس. والجزء ده حلناه في المطلوب الثاني عشان كده انا ما مسحتهاش. ما هو نفس القانون اللي هيطلع في الايه؟ في الاخر. ونفس الزد اوبن سيركت هي نفس الايه؟ نفس القانون. يبقى انا كده قربت المساله عليا، يعني ايه؟ اصبحت المساله كده. خلاص جبت الزد ال داش بقانون الانبوت امبيدنس بتاع الترانسميشن لاين وفي هنا الزد وجبت الايكويفالنت سيركت اللي هي زد اوبن سيركت معاها مين؟ الفي اوبن ايه سيركت. اصبحت السيركت في الاخر هتبقى بالايه؟ بالشكل. طبعا بقت سهله اقدر اجيب الكرنت هيبقى الفي اوبن سيركت على زد اوبن سيركت زائد الزد زائد مين؟ زد ال داش. ويبقى الباور راحت للزد ال هي الباور هتروح للزد ال داش عباره عن يبقى انا راح اجيب هنا الكرنت سميه اي سميه اي حاجه هيبقى الباور عباره عن ايه؟ نص ماجنتيود الكرنت سكوير في الريال بتاع الزد لا الريال بتاع مين؟ الزد ال يبقى انا كده حليت يبقى انا استخدمت الطريقتين مره استخدمت الحته دي اعتبرتها لوسلس فنقلت اللود لحد ما جبته هنا طبعا ما اقدرش انقل بقى اكمل تاني لا ما اقدرش لازم انا استنى لحد النقطه دي هروح بقى جايب السورس من هنا نقل من عند مين؟ الزد بنفس الطريقه اللي حللنا بيها الايه؟ المساله الاربعه يبقى انا كده حليت ايه؟ لو ايه؟ لو كان بص بقى من راحتك بقى يا اما تحل الطريقه دي يعني ايه لو كان بص كل اللي هعمله هحط هنا جي بس كده امشي نفس الخطوات بس بدل ما كنت بتقول اي اس جي بيتا اقول اي اس بي اس جاما.
فول تو كان فانكشن في مين؟ في الجاما. والجاما الفا وبيتا، لازم يديك الالفا ويديك مين؟ البيتا. بس ما تخافش، مش عليك. فهدينا اسئله رقم كام؟ بيتا. طب النتيجة طيب اللي حليناها يعني متأكد؟ مين قالك إن أنا حليتها أصلا عشان أطلع النتيجة؟ أنا لسه كاتب الشيك امبارح. لسه ما بنشوفش الدكتور قال. النتيجة ليه؟ عايزه مسألة تانية. إيه؟ وين؟ نزلت ديت دي كده رز، لازم اكل رز حتى عندي بلاش رز، ان شاء الله يبقى دي كده رز. المسألة اللي بعد كده هي نفس المسألة بس حطيت واحدة سيريس وواحدة بلد، يعني بالشكل ده اهي. لا هم خمس مسائل. لا خلاص انت هتكملوا بقى الحاجة. انا بقول لك الفكرة هو بقى فاهم حلو. حط هنا زد ال، حط هنا جي اكس واحد، حط هنا جي اكس اتنين. وهنا طبعا ترانسبوش الله يبقى زد نون، وهنا ترانسبوش الله يبقى زد نون، وهنا في بيتا ال واحد، وهنا في بيتا ال اتنين، وادي الزد جي، وادي مين؟ البي جي. اللي قدامي دي لوستس ولا لوستس؟ سيركت لوستس. ليه؟ لان الابيرنس اللي هو حاطها هنا عباره عن بيقول ايه؟ انك لو فيهم واحده ديت ما اقدرش اقول ان هي ايه؟ ايا كان سواء لوستس او لوستس ممكن اريح دماغي واحد لها بطريقه مين؟ اسلف. اعمل ايه؟ انا متاكد ان الزد ال على الترانسميشن لاين لوستس، يبقى هعمل ايه دلوقتي؟ هنقل الزد ال هجيبه هنا، يبقى زد ال داش ايا كان نوع السيركت اللي موجوده هنا. اعمل ايه دلوقتي تاني؟ نفس الطريقه اللي عملناها في السؤال اللي فات واللي قبليه، هنقل السورس هجيبه هنا، يعني هجيب هنا مين؟ الفي اوبن سيركت والزد اوبن سيركت. هي نفس الخطوات اللي عملناها بنفس النتيجه، بس ما تعملش تحفظ النتيجه النهائيه، لازم تعمل الايه؟ جبت الزد اوبن سيركت، جبت الزد ال داش، اصبحت السيركت كده، انا خلاص ده مش موجود، وهحط هنا زد ال داش. ده مش موجود، وهحط هنا الزد اوبن سيركت، وهنا الفي اوبن ايه؟ سيركت. دي السيركت الجديدة اللي أنا عاوز إيه أحسن. أكمل بقى إزاي؟ أنا هبدأ من أول هنا، دي مش يعني إيه دي الجديدة. نكمل إزاي بقى دي عشان نجيب الحاجة. هضيع الزد ال، لو انت عملت زي ما انت بتقولي كده هضيع الزد ال. ده انت شاطره في السيركت بقى. لا دكتور قال طيب هنعمل ايه؟ بس ببساطه جدا، مش الفي اوبن سيركت انا كنت جايبه هنا، ما تنقله تجيبه هنا. يعني هقطع، يعني اعمل سيفرين تاني مرة، يعني اعمل سيفرين تاني مرة يعني ايه؟ يعني هقطع هنا تاني. هقطع هنا تاني. انا بحلها كده. بحلها بكرة، بحلها زي ما احنا بنسيفر، بس كده اسهل. انا خلاص عرفنا الفكرة بتاعت السيفر. هعمل هنا، يعني هروح باص هنا كده. هجيب في اوبن سيركت تاني سماها داش. او سمي دي داش ودي داش. ودي اللي انا اصلا انا عاوزها، اللي هي زد اوبن سيركت. وزد اوبن ايه؟ اجيب ازاي زد اوبن سيركت؟ سهل، الزد اوبن سيركت اللي انا عاوزها ببص كده صح؟ يبقى مجموع الاثنين دول بارل مع مين؟ مع دي. يعني الزد اوبن سيركت داش اللي انا جبتها في الخط الاولاني زائد جي اكس واحد بارل مع مين؟ مع جي اكس اتنين. يبقى انا كده جبت الزد اوبن سيركت اللي انا عاوزها. طب الفي اوبن سيركت مع الفولت اللي هنا عباره عن ايه؟ زي ما تقول هجيب الكرنت اللي هنا، يبقى الاي هيساوي كام؟ الفي اوبن سيركت داش على الزد اوبن سيركت داش زائد مين؟ جي اكس واحد زائد جي اكس اتنين.
يبقى كاني جبت مين؟ الكرنت اللي ماشي هنا. الكرنت ده لما اضربه في جي 60 يديني مين؟ الفولت هنا. هو اللي انت بتشوفه. يبقى لما اضرب ده كده في جي اكس 2 هيديني مين؟ الفي اوفر ايه؟ شو ورا اللي انت بتديه؟ يبقى انا كده جبت الفي اوفر سيركت وجبت الزد اوفر سيركت. اصبح يبقى المساله يبقى انا هشيل كل ده ما بقاش عندي الا مين؟ زد اوبن سيركت بس وفي اوبن سيركت بس. هات بقى الكرنت ومنه هات مين؟ واضح ان احنا ايه دخلنا في كورس سيركت صح؟ مش ما خلاص بس انا بحل الصعب. المساله بقى من الاول خالص من الاول لما احب ارسمها تاني لو انا اتاكدت ان هي رخص هعمل ايه؟ ارسمها تاني اقابل الزد اف. كان في هنا ترانسفورميشن رايت وفي هنا امبيدنس جي اكس 2 وفي هنا واحد جي اكس 1 بعد كده في ترانسفورميشن ايه؟ فايف. وعارف بقى اجيب الزد ام قدامي هي تبقى زد ام داش يعني هنقل اللود اوديه ناحيه الايه؟ السورس. بس انا ضامن ان السورس ان السيرك ده عباره عن ايه؟ لوسلس ايه؟ سيرك. هعمل ايه؟ اول خطوه هبص هنا هجيب زد ال مثلا دبل داش بقانون الانبوت امبيدنس هجيب الزد ال دبل داش. يبقى انا هعمل ايه الخطوه دي؟ يبقى اصبح ده مش موجود واحط هنا مين؟ الزد ال دبل داش. الزد ال دبل داش بلد مع جي اكس 2 سيرز مع جي اكس 1 كل ده هيبقى لود جديد هنا كده اسمه مثلا زد ال ايكوفلنت. لا ده حل تاني ده غير الحل الاولاني. في المشكلة هتفرق المسميات يعني؟ خلاها زد ال داش معلش. زد ال داش يبقى زد ال داش بلد مع جي اكس 2 سيرز مع جي اكس 1 ده لود جديد هو اللود بتاع الترانسميشن لاين الايه؟ التاني. يبقى اصبح كل ده هشيله واحط مكانه مين؟ زد ال ايكوفلنت اللي هي دي. اصبح ده ترانسميشن لاين اللود بتاعه زد ال ايكوفلنت وعاوز اجيب مين؟ الانبوت بتاعه بقوانين الترانسميشن لاين. يبقى انا نقلت اللود وديته كله ناحيه الايه؟ السورس. بس ده في حاله ان لما يكون السيركت كلها ايه؟ لوسلس. لو انا بقى جيت وشطبت على الجي اكس 3 وحطيتها 50 اوم هل ينفع اللي انا عملته ده؟ ما ينفعش. يبقى اصلا لازم نعمل الايه؟ الحاله الاول. ده كده مين؟ ادي المساله. الطريقه الثانيه بقى او شكل ثاني من المساله يجبرني ان انا اعمل الطريقه الايه؟ السيركت. لما يجيني اثنين لون سواء سيريز او ايه؟ او ده. طب في مساله بالشكل ده. مسألة رقم كام؟ أربعة. مديني السيركت بالشكل ده. ده دي بقى ده. والمطلوب ايه؟ يقول يوز ذا باور ليفل 2
زالوت زد واحد ان زد اثنين اسيوم ان الفي جي بتساوي كام؟ 10 فولت. اعمل كمان من هنا الفي جي ب 10 ايه؟ ب 10 فولت. تحت بقى في المساله كده قال الزد جي ب 50 الزد نوت ب 50 طبعا كل الزد نوت ب 50 هنا جي 100 جي 10 طالع على 2 ضال زد واحد ب 150 زد اثنين كام؟ دي مش 2 فولت بقى اسمها 3 فولت يعني كام؟ 3 يعني عندي انبوت واثنين ايه؟ واثنين اوت. هنا عايز احسب الباور اللي هتروح لمين؟ للود. لو انا بصيت على السيركت فين السيركت اللي بتوصل بين اللود والجنريتور؟ ايه؟ اقطع هنا كده صح؟ ما تنساش انها ترانسميشن لاين. وده كمان ترانسميشن لاين. يبقى المفروض السيركت اهي. اللي احنا كنا رسمينها اللي هي البلوك اللي ما بين الجنريتور والمين؟ عشان كده قلنا ان هي 3 بورت. يعني ايه 3 بورت؟ عندي 1 انبوت واثنين ايه؟ واثنين اوت. لو انا بصيت على السيركت دي جوه هتلاقي كلها لوستس. ليه؟ الترانسميشن لاين اتفقنا ان دايما ايه لوستس. الامبيدنس دي بيور ايماجن جي 10 لوستس. الامبيدنس دي بيور ايماجن جي 100 برضه ايه؟ لوستس. يبقى كده المساله كلها ايه؟ لوستس. وبالتالي همشي كانها لوستس، شوف اللي هيحصل، كانها لوستس ايه؟ لما احب اجيب الباور اللي هنا مش هجيب الزد انبوت هنا بس لما اجيب الزد انبوت ايه اللي هيحصل للزد واحد والزد اثنين؟ هيندمجوا مع بعض في ايه؟ في لود واحد وبالتالي لما احسب الباور يبقى الباور راح للاثنين هقسمهم ازاي بعد كده؟ هيبقى مشكله عندي ازاي نقسم مين الباور. فاذا في المساله دي هو بيكفرني ان لازم استخدم مين؟ 7 بس مش هقطع معايا هنا وليه 7 ليه؟ ممكن نعمل حاجه كويسه قوي مش الزد واحد هنا لوستس ودي لوستس يعني ممكن ان الزد واحد من هنا اجيبه فين؟ اجيبه هنا صح ولا لا؟ ويبقى الباور اللي هنا هي الباور نفس الباور اللي مين هنا ليه؟ لان انا ضامن ان كل الطريق ده كان ايه؟ كان لوستس. طيب نفس الفكره اعملها مع مين؟ مع زد اثنين. هل الزد اثنين على الترانسميشن لاين وهجيبه فين؟ وهجيبه هنا. يبقى انا ضامن ان الباور اللي هنا هي نفس الباور اللي هنا ليه؟ لان ده كانت ايه؟ بص السؤال اللي اوصلهم سيريس ولا بارل؟ سيريس سيريس شاطرين لان الكار طبعا كمل ايه؟ المسار ايه بتاعه؟ يعني اصبح ايه؟ حاجه شاطرين فيها كله اصبح يبقى هنا زد واحد داش وهنا زد اتنين ايه؟ داش. دلوقتي لما انقل بقى السورس اجيبه هنا مش انا هحسب الكارنت اللي ماشي من الاتنين؟ وبالتالي اقدر احسب الباور دي لوحدها واحسب الباور دي ايه؟ لوحدها. يبقى انا كده فديت المشكله عن طريق ان انا اجيب مين؟ حاجتين. اشتغل لوسس من ناحيه الشمال لحد ما اوصل اثنين امبيدنس كده. وانقل السورس عند الاثنين دول بطريقه مين؟ بس. تعال بقى نعمل الحاجات اللي احنا ايه؟ ولا تعملها انتوا؟ تعرف الوالد؟ مين ده؟ مسألة رقم 5 زيها بس بدل ما هم سيريز هيبقى ايه؟ خلاص؟ خلاص الناس بقى كمل لحد الفكرة كمل لحد حد عنده اي سؤال؟